هذه يعني فصل الصيف هذه ليس هناك بطاطس. أكثرية فيه الفواكه مع الأسف. نعم الفواكه كل الفواكه تقريبا كتكون عندنا في المغرب المشماش والبرقوق البيض. نعم. وكاين البرقوق الأسود اللي غادي يكون في شهر 8 كذلك في الأخر. في البطيخ الأحمر والأصفر. البطيخ الأحمر والشمام البطيخ على جميع أنواعه كذلك الفقوس وكالتين والعنب. نعم. العنب بأنواعه الأبيض والأحمر والأسود وهذه كلها فواكه ما شاء الله. حتى الأخر ديال الفصل الصيف كتكون بابايا كذلك. هذه فاكهة البابايا كتكون في شهر 9. نعم. هذا يعني هذا الفصل هو فصل فواكه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الفواكه تؤكل في هذا الفصل لأنها منعشة. معنى منعشة، إذا كانت الخضر والبقول الخضر والقطاني تسخن الجسم لأن القطاني فيها طاقة، والقطاني تستهلك في فصل الربيع. نعم. وفي فصل الشتاء أكثر. غادي نتكلم علاش القطاني ما تكلمناش على فصل الربيع، أنها تستهلك أحسن في فصل الشتاء لأن فيها طاقة لأنها كتسخن. الخضر تتنظف الجسم فيها فلافونويدات وكتسخن كذلك لأن هذا الخضر هي التي تروق فصل معتدل مثل فصل الربيع. لكن فصل في ترتفع فيه الحرارة هو فصل يجب أن يكون أن يتناول الجسم أشياء تنعش. معنى تنعش؟ تنعش. نعم. معنى تنعش تبرد هي الماء والفيتامينات. نعم. والأملاح. نعم. الماء والفيتامينات والأملاح. نعم. لذلك كنتعرقوا كان. نعم. فواكه فيها سكريات سهلة، سكريات فريكتوز والمالتوز فيها سكريات سهلة اللي كتمتص بسهولة كتعطي الجسم طاقة مباشرة. نعم. ثم الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء، هذه الأشياء التي تنعش الجسم خصوص يعني عندنا توازن ديال صوديوم بوتاسيوم وعندنا توازن ديال مغنيسيوم كالسيوم وعندنا المعادن الأخرى مثل المونغانوس ومثل يعني الفوسفور. هذه دكتور عجيبة كنلاحظوها في فصل الصيف، كنشوفوا الناس كيشربوا بزاف عصير البرتقال. هو البرتقال الشتوي غادي نتكلموا عليه فصل الشتاء، والبرتقال لا يستهلك في فصل الصيف البتات الا الناس اللي بغاو يحليو به بعض العصائر ولا يخلطوه مع اشياء كمع بعض الفواكه الاخرى فقط. ما هو يعني البرتقال هو شتوي هذا يعني بامتياز، شتوي بامتياز يعني. وطبعا احنا في فصل الصيف كيكسر. لا هو كيسخن، الليمون كيسخن ماشي كيبرد. هو عكس العنب، عكس العنب والتين والبطيخ. البطيخ الاحمر هذا الدلاح اللي كنسميه والمنعش بامتياز، هو البرقوق الابيض هادو يعني منعشين، فواكه منعشه جدا. لكن هل الناس يستفيدون من هذه الاشياء؟ فكنلاحظوا على ان هذه شو سبحان الله، حتى الله سبحانه وتعالى دار تداخل باش لا نقفز من فصل لفصل. كاين هناك تداخل بحال فصل الربيع مثلا تكلمنا عليه، ولكن اخر فصل الربيع كيكون هذه المزاح كنسميوه حنا هذا المزاح الزعرور، وكيكون حبل الملوك الكرز. كيكون في شهر 5 هذو هي الفواكه ديال شهر 5، وكيبدا المشماش والبرقوق الابيض ثم يمتد الى شهر 6 حتى 7 كاين كيمشي. يعني ما الله سبحانه وتعالى دار تداخل في هذا كيبقى شويه بعض الخضار تبقى يعني تستهلك شويه جزر ولا لفت ولا شيء، ولكن دخول فصل الصيف ليس هناك لفت، ليس هناك جزر، ليس هناك هذه الاشياء التي ولا حتى باذنجان ولا الاشياء. كتبقى الطماطم واليقطين والبصل والباميه هذه الملوخيه، وكيبقى البنجر الباربه يعني اللي كنسميوه حنا هذه الشمندر الاحمر هذه اللي كيبقى. ثم بعض الانواع النباتات بحال الرجله، كتكون الرجله في فصل الصيف وكيكون النعناع. هنا النعناع الرائحة ديالو تشتد ويكون جيد عاد كيبدا استهلاك ديال النعناع يعني كما ينبغي. يعني وطبعا علاش هذا النعناع في الصيف ما كاينش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه ينعش، لأن مادة الطيمول كتبرد الجسم. مادة الطيمول على عكس الشيبة الشويلة فيها لابسانتين والأجوين والأبسانتين كتسخن، هذه فلافونويدات الشيبة كتسخن، ولكن المكونات الطيارة الموجودة في النعناع هي تنعش يعني كتبرد. كيلاحظوا الناس على من كيمضغوا النعناع فمهم كيبرد يعني كان واحد طبعا هو اللي كيعملوه في الحلويات وكيعملوه في العلاكات هذا الكين منعش. نعم. نعم. منعش. كيظهر واحد مازال غافلين الناس على طحالب البحرية. نعم. لزالق الألقا كاين عندنا الفيكيس والجيريديوم كذلك كيظهروا في هذا فصل 5 و6 و7. ثم كيكون السمك على أشده في شهر 7 يعني 6 و7 و8، استهلاك السمك خصو يكون يعني على أقصى ما يمكن. نعم. فهذه هذا لماذا؟ لأن فصل الصيف الجسم لا يحتاج طاقة. نعم. الجسم يحتاج مبردات منعشات، ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى أكبر عدد الفواكه
اللي كترتفع الحرارة يعني كين كيستهلكوا الناس الفواكه. ولو شرب الناس ماء بكثرة واستهلكوا الفواكه بكثرة ويعني تجنبوا المواد الصناعية لكان الجسم ما شاء الله يبقى يعني. ولكن دكتور هي طبعا في فصل الصيف كيكثر الناس من اللحوم لأنك تكون أفراح كتكون الأعراس وكتكون لحوم سمينة ما كانش مشكل. تنصحنا أنا نأكل اللحم؟ نعم اللحم يؤكل في فصل الصيف ولكن بكمية زي قليلة. اللحم لكانوا مع الفواكه لكن مش الفواكه مباشرة. هذا مشكل ديال بعد الوجبة الناس كيحطوا الفواكه هذه من أسوأ هي مكين. قبل من أسوأ مكين الفواكه تؤكل في الصباح تؤكل مع العشرة تؤكل في بعد مع بعد العصر تؤكل على معدة فارغة وتؤكل في الليل. الفواكه في الليل ليس هناك مشكل اللحوم في الليل لا يعني اللحوم ما تتكلش في الليل يعني من الأحسن إلى غربة الشمس من الأحسن الناس ما يأكلوش اللحم إلى كالوها مرة لأن كاين فحد الفرح ولا عرس وتعطل العشاء لا بأس هذه مرة يعني الجسم ممكن يعني كيف ما كان لها ممكن يقاوم ولكن الناس اللي كيأخروا العشاء ولا اللي كيتعشوا حتى 12 الليل يعني في فصل الصيف هذا خطأ هذا يعني سلوك غير خاطئ. نعم كاين في نفس السياق كاين حفصة الحسني تقول يأتي الصيف ونخرج في عطلة السفر غالبا ما نتناول الطعام في الخارج فغالبا يحتوي على دهون وملح ولذلك يرجعوا الناس من العطلة كيمشوا يعملوا سكانر. نعم وسعرات حرارية لماذا تنصحنا يا دكتور أن نأكل في السفر؟ لاحظنا على أن موسم تشخيص الأمراض كيكون على أشده والمختبرات مملوءة وحتى هذوك المختبرات في المعدات السكانر والآير إم هذوك يكونوا كلهم عامرين في آخر شهر سبتمبر وأكتوبر. نعم كان تقريبا أغلب الناس اللي شخصوا سرطان وشخصوا أمراض مزمنة شخصوا في شهر في هذا الموسم الخريف يعني اللي كيدخل فصل الخريف. نعم. لماذا؟ لأن هذا السلوك الغذائي في أثناء فصل الصيف الناس كيكثروا في المواد الصناعية كيكونوا مسافرين كيكون عندهم ستريس وكيكثروا من المواد الصناعية كيكثروا من دهون وأملاح مسافرين عادي كيكون الإنسان الحالة النفسية ديالو لا تتحمل. ثم هذا المشكل ديال سوء الهضم مع تراكم هذه المواد السامة في الجسم غادي تعطي جميع الأمراض ليس سرطان جميع الأمراض. إذا بماذا تنصحها خلال السفر؟ ننصحها خلال السفر تشرب ماء وتأكل فواكه فقط لا تشوي لحم ولا تتوقف في المحطات باش تشوي لحم لا يعني هذا أكثر من ذلك. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما كان مسافر في البحر كان ماشي يشوف سيدنا الخضر كان حامل معه سمك يعني هذا طعام المسافر طعام المسافر هو السمك أحسن ما يكون وإلا الفواكه التمر ولا ماء ولا حتى الفواكه الطرية وممكن شعير كذلك يعني خبز شعير جيد للمسافر. يعني الفصل الصيف الجسم لا يحتاج طاقة وفي فصل الصيف يكثر الأكل غريب يعني علاش لأن النهار طويل والليل قصير والناس كيبقاو يأكلوا يعني طول النهار مع الأسف الشديد. لو كانوا يكثرون من الفواكه ليس هناك مشكل حتى ولو أكلوا يعني كيلوغرامات وكيلوغرامات من الفواكه ليس هناك مشكل يأكلوا الفواكه يكثروا منها ويشربوا الماء نعم ولكن أن يكون طبيخ ويكون لحوم وتكون دسم ويكثروا هذا ثلاث وجبات في اليوم كلها ثقيلة الجسم طبعا سيتسمم. هذه شوف يعني هذه الأشياء الشعير يستهلك في فصل الصيف الشعير يستهلك في آخر فصل الربيع شهر خمسة إنه هو أول منتوجات اللي كيحصل عليها الإنسان من يعني أول الحبوب اللي كيحصدها هي الشعير. الشعير كيطبق بالقمح كيستهلك الشعير في آخر فصل الربيع وحتى في أول فصل الصيف شهر ستة وكانت معروفة في الثقافة الغذائية وفي السلوك الغذائي المغربي في منطقة الشاوية والرحمنة على الخصوص وحمر كذلك هذه المنطقة عبدة ودكالة كان معروف على أن يعني الفلاحة كيأكلوا الشعير في شهر ستة خبز الشعير وسميد الشعير الكسكسور يعني هذا السايكوك والخبز الشعير حتى لما يجيوا الضيوف كانوا كيحطوا لهم خبز الشعير ما كانش عيب عندنا في السلوك الغذائي في الثقافة الغذائية مع وهذه هي الفترة التي يؤكل فيها الشعير. لماذا؟ لأن الشعير هو أكل ما فيش طاقة كثيرة في 14% بروتين وفي كالسيوم ماغنيزيوم في أملاح معدنية جيدة وفي ألياف غذائية ومضادة للأكسدة هو يروق التغذية في فصل الصيف وجيد من لفصل الصيف. ثم كانت تظهر عندنا واحد يعني واحد شيء عجيب جدا ولكن مع الأسف أقولها ثلاث مرات مع الأسف مقاوش ناس كيتعطوا له كان الذرة الطرية هذه الكبال المزقور الذرة الطرية كانوا كيشوها الناس في فصل ستة في فصل الصيف يعني شهر ستة هناك التمر الذرة كانت كتمر في شهر كنت نتكلم على الذرة البلدية الطبيعية لأن الذرة اللي معمولة للحيوانات ممنوعة للاستهلاك البشري باش الناس الفلاحة الله يجزيهم بخير اللي عاملين الذرة للبقر ما
راه هذيك الكبال ديالها لا يصلح لتغذيه البشر. هذا نداء، لا هذا نداء، وهذه بلادنا وحنا دكتور هي البرنامج هذا هو برنامج للتوعيه وكذلك لحفظ المواطن من بعض السلوكات اللي عن جهل اللي ما عارفهاش هو الفلاح ما عارفش بان انا شخصيا تذوقتها وجدتها يعني حلوه المذاق. حلوه والذره ليست حلوه لانك هذا هو انا ظننت انه يعني مرشوش عليها سكر. لا لا لا. هو باش نعرفوا حنا التغيير الوراثي باش نعرفوا انه كيطيب بسرعه بحال العدس والحمص للنساء دابا كيفضلوا. نعم وطريه العدس الكندي في الحريره ملي كيطيب بسرعه وكيكون حلو هو مغير وراثي. نعم مغير وراثي، حنا كنعرفوا بالمذاق وكيطيب بسرعه يعني كيولي كيهرب بسرعه يعني هذه. فهاد المساله هذه ديال الذره البلديه اللي كانت عندنا في المغرب اللي كانت كتمر في شهر 6 وكانوا كيشويوا هذاك الكبال ديالها هذا يعني هذا سبحان الله كانوا كيستافدوا منها. نعم. وكانوا كيستافدوا منها الاطفال. لماذا؟ لان فيها مكونات جيده للطفل كعوامل النمو مثل بروتين الزين. نعم. فالزين وفيها الليتين لان اللون ديالها اصفر، هي الزين والليتين وكتكون محلبه كتكون فيها ملبنه. نعم. ملي كيشوفوها الناس كتكون طريه كتشوى وكتكلم يعني هذه هائله بالنسبه للاطفال وهائله بالنسبه للنساء. نعم يعني المشكل ديال النساء، النساء عندهم جهاز هضمي الان دابا جهاز الهضمي متوقف يعني مخرب. هذه النساء في المدن عندهم جهاز الهضمي مخرب الان ولا يمكن، شوف لا يمكن الناس يستهلكوا هذه الدوره الطريه ويكون عندهم امساك، من المستحيل. ولا يمكن فصل الصيف لا يمكن الناس يستهلكوا الفواكه بكثره يكون امساك، من المستحيل، بالعكس كان عندهم اسهالات، من المستحيل يكون امساك في فصل الصيف. ولكن كاين دكتور كتجي بعض الاسهالات الحاده. لا هذيك التسممات، هذيك اشياء اخرى. هذا المشكل يعني فصل الصيف تتكثر التسممات. اما التسممات الفواكه لا لا لا، اسهالات الفواكه هي معروفه، هي بالعكس هي جيده. بارده كما تقول دائما. اسهالات بارده هذه ديال الفواكه لان هذه جايه من الكتروليت او هذه جايه من الماء والاملاح الدائبه، يعني ملي كيكون الاملاح بكثره والماء كيكون اسهال على مستوى الامعاء، هذه معروفه يعني هذه في علم التغذيه ولا حتى في الطب معروفه. نعم. فهذا هذا فصل الصيف في هذه الاشياء، ولكن في اخر فصل الصيف شوف سبحان الله يعني في الاول ديال فصل الصيف واخر فصل الربيع الناس كيكثروا من اللحام كي الاعراس الافراح كذا، ولكن في اخر يعني في شهر شتنبر يعني ملي ثاني الله سبحانه وتعالى ما خلاناش نقفز من فصل لفصل، كاين تداخل. نعم. كيبقى شويه عنب، بعض انواع العنب كتاخر كتبقى، وطبعا حتى هذه الهنديه كتكون. نعم كيبقى التين الشوكي كتبقى شويه هنديه، كيبقى حتى التين الطري شويه شيء من التين الطري، وكيبدا الاشياء اللي تسبق يعني كتبدا في فصل الخريف كيكون التمر، التمر. نعم كيكون يعني هذا الرطب البلوح كيبدا كتبدا الرطب من مع الرطب كيكون الرمان، كيبدا الرمان. نعم. الرمان كيبدا في اخر فصل الصيف وكيدخل لفصل الخريف. نعم. يعني كيبدا الرمان كيبدا الصفرجل كتبدا البطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه هذه كلها اشياء، ثم الثومه. نعم. هذه الثوم يعني كي الفلاحه كيجنيوها هي الاخرى يعني ماشي بحال البصله، الثوم تستهلك في ان شاء الله غادي نشوف فصل الخريف الاشياء التي تستهلك من جملتها هذه وغنشوفوا هذا شو سبحان الله فصل الصيف خلق فيه الله خضر لي فصل الصيف اللي هي اليقطين القرعه السلاويه البنجر الباربه واللي هي الباميه اللي هي الملوخيه. نعم. والبصل وكذلك طماطم اكيد. فصل الخريف غادي نشوفوا خضار اخرى لي غدا هذه التراكمات والاشياء اللي ترتبت على كثره اللحوم وكثره الحلويات لان كيكونوا العراس وكيكون الحال سخون والناس كيبقاو ياكلوا يعني في طول النهار، الاشياء اللي ترتبت على هذا النظام هذا غادي نشوفوا بان في فصل الخريف الله سبحانه وتعالى غادي يخرج منتوجات اخرى مختلفه تماما، لا في التركيب ولا في الطبيعه ولا شيء، ولكن الدور ديالها هي تعاود تسوي فيزيولوجيا الجسم. سبحان الله. غادي نشوفوا الصفرجل وبطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه. نعم. اللي غادي يبانوا في فصل الربيع يتخرج هذاك وغادي يبقاو حتى يقرب يدخل فصل الربيع، لان عاوتاني ما غاديش نقفز من فصل لفصل، كاين تداخل. علاش؟ لان خشاش الارض كيبدا من فصل الخريف اخر فصل الخريف وكيمتد فصل الشتاء
ومن فصل الشتاء كيمتد حتى الأول فصل الربيع. وفصل الشتاء يعني تقل الحركة. نعم تقل الحركة والناس كيدخلوا كيطول الليل وكيقصر النهار والناس مكيبقاوش عليين ماشي ما خصهمش ياكلوا بكثرة ولكن مع النهار قصير الأكل ديالهم خصو يكون قوي اللي فيه قحطاني. قحطاني غادي يكون فيه قحطاني. يعني هذا اللي غادي نشوفوا إن شاء الله الحلقة ديال فصل الشتاء. طبعا دكتور هناك سؤال من سيدة دعاء تقول فصل الصيف هل يصح تقليل التوابل والاكتفاء بالسلطات والفواكه خاصة عند التعرض للهواء الجاف والجو؟ ما كاينش توابل فصل الصيف، ليس هناك توابل، ما كاينش توابل. التوابل كتكون في فصل الشتاء لما لان البهارات هذه هي مهيجه للنظام الهرموني، هي كتسخن الجسم كتعرق، وهي لا 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 في فصل الصيف. فصل الصيف ليس هناك توابل، ليس هناك توابل، ليس هناك زيوت، حتى الزيوت النباتيه فصل الصيف يجب ان لا تكون. نعم يعني فصل الصيف في سلطات الفواكه في فواكه وحتى اللحوم فصل الصيف من قبل الانسان كان كيشوي اللحم مباشره ما كيطيبوش. كان هذا الى كان الانسان كيتحرك ويستهلك لحم جيد، لحم ديال المراعي الحيوانات كتسرح ممكن يشوي نعم 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 يشوي على كما قلتي بالطريقه الحال هذه القضبان بالطريقه هذه المعاصره ولا الشيء القديم اللي يشوي الطرف ديال اللحم هكا يعني كله على النار جيد. او مثلا شو حتى السمك لما لا ولا في الفرن ولا في اللي كنسموه احنا في المغرب الكوشه هذه كيشوفوها فيها اللحوم. نعم لما لا يعني عليا خصوصا ملي كيكون فرح ولا كيكون عرس ولا حاجه ولا ضيوف ولا كذا لان فصل الصيف نهار طويل نهار طويل الناس كياكلوا يعني خمسه سته مرات هذا هو المشكل. لو كانوا يكتفيوا بالماء والفواكه كيكون افضل. ماء والفواكه ياكلوا كل ساعه ماشي مشكل، الفواكه لا تتطلب اي طاقه للهضم. نعم هي سريعه الهضم لا تتطلب طاقه. وحتى اللحوم مثلا فصل الصيف واخا ياكلوها مرتين في الاسبوع وثلاثه الا كانوا الناس كيتحركوا عليا، احنا كنشوفوا الناس كيتحركوا فصل الصيف حتى في المدن كيتحركوا الناس يعني الا كانوا الناس كيتحركوا ليس هناك مشكل. انما هذه الالبان كتوقف فصل الصيف يعني كتبدا تراجع. علاش؟ لان كي غادي غنوجدوا الذخيره. نعم وهذه الذخيره النساء مابقاوش كي عندهم ذخيره في الديور. ما عندهم لا قطاني لا سمن لا خليع لا زيت زيتون لا لوز لا جوز لا ما عندهمش الذخيره. من قبل كان الذخيره لدرجه ان سيدنا موسى من المعجزات ديالو انه كان ينبئهم بما يدخرون. نعم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآيات لكم ان كنتم مؤمنين. يعني هنا الذخيره جات كلمه الذخيره يعني الانسان كان يدخر يعني على عهد سيدنا موسى ماشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا الميلاد يعني عهد سيدنا موسى هو قبل الميلاد يعني قبل التاريخ. نعم فهذا نعم. وهذه سيدنا عيسى سيدنا عيسى عفوا سيدنا عيسى هو الذي كان يبرئ الاكمه وميلاد المسيح هو التاريخ بدا من بلاد سيدنا المسيح. هذه الميلاديه رغم ان يعني هذا الدخائر وان الانسان السلوك الغذائي منذ ان خلق الله سبحانه وسيدنا ادم وكان عليه كان عنده هذا يعني هذه الثقافه الغذائيه وهذا العلم اللي علمه الله لان داخل في الآية ديال وعلم آدم الأسماء كلها يعني الأسماء معنى الأسماء يعني علم الإنسان كيف يعيش وكيف هذه المسميات الأشياء بمسميات معنى الأسماء نوعا يعرف الأحلبة كيعرف المأكولات كيعرف الأشجار كيعرف الحيوانات كيعرف الحشرات كيعرف الكواكب كيعرف النجوم كيعرف النوع ديال الصخور النوع ديال التربة المياه المناطق يعني الجهات الأرباع يعني علمها علاش لأن هذا هو الفضاء الذي سيعيش فيه فيجب أن يعرف كل شيء. إذا علمت الأسماء فقد علمت كل شيء في أكيد أكيد. علاش؟ لأن احنا الآن باش نشخصوا واحد الاسم ديال الحشرة ولا ديال الجرثومة ولا ديال الحشرة يعني كان بعض المرات باش نشخصوا جرثوم كيطلب منا 20 يوم بحث. نعم. باش نشخصوا جرثوم وكنبقاو شاكين فيه. واش هو هذا اسم الجرثوم واش هو ولا ماشي. يعني أن الماء الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء ولذلك تحدى بهم الملائكة. نعم. يعني من قال أنبئوني بأسمائها ولا إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش وعلمه كيف يحيا في هذه الأرض مش حتى يمشي للمدرسة ولا حتى يقرأ في الجامعة أبدا. غير السلوك الغذائي اللي كان في المغرب وهذه التقنيات اللي كانت مستعمله كيفاش الناس يحضروا بعض الاشياء اللي داخله فيها اللي داخل فيها كل شيء يعني جميع الماكولات جميع الاشياء اللي داخله فيها حتى يعني هذا الخليع اللي كنسميوه احنا في المغرب الخليع وهذا القديد داخل فيها السمن الحار داخل فيها اشياء اللي كنحضروا حتى املو اللي كاين في المنطقه ديال سوس كاين اشياء اللي في وجد الاقيط كيعملوا التمر مع الزبده البلديه كاين